فالأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى عن انتهاء حزبه من عملية إعداد القوائم الانتخابية التي سيخوض بها غمار التشريعية القادمة. أويحيى وفي تصريح خاص بتلفزيون النهار قال أن الأرندي يتمتع بنقطتي قوة سيعتمد عليهما خلال التشريعية القادمة، وذلك من أجل تواجد كقوة أساسية في الساحة السياسية. المزيد في ميكروفون طاهر بن زين. المجلس الوطني كانت قررت أن القوائم توضع في على مستوى الولايات، فانطلقت العملية منذ بداية شهر فبراير، وإلى حد الآن تقريبا انتهت كل الولايات. وأنا يا شخصيا مضيت الآن مسكيت الأمين العام على 32 قائمة اللي تحطت، أغلب منها تحطت عند الإدارة. اليوم جيت نمضي بعض القوائم وغدوا نكملوا الباقي إن شاء الله. فالعملية الحمد لله نظن عندنا حظ على الأقل من منطلق نقطتين. النقطة الأولى هي إلمام القاعدة الحزبية حول قائمتها، مدام القائمة وضعتها وصنعتها القاعدة على مستوى الهيئة الولائية. الحاجة الثانية الخيار اللي وقع في الميدان، من دون شك أن الإخوان والأخوات اللي خرجوهم كمترشحين معروفين في الميدان وقرب في الميدان، فهذه زوج أوراق رابحة. إن شاء الله الجهد اللي نبذلوه في الحملة ولا نبذلوه المترشحين ونسندوهم إن شاء الله يساعدنا في الفوز بنصيب محترم من المقاعد إن شاء الله.